تعالوا نشوفها اهي. دي كده يا جماعه الغرفه الداخليه. ولو تلاحظوا حاجه في التشطيبات بتاعتنا، ان احنا بناخد بالنا ان الغرفه الداخليه تكون هي الغرفه الماستر. ليه؟ لان الغرفه الداخليه او الغرفه الماستر يا جماعه بيكون فيها الخصوصيه مطلوبه. ده كده يا جماعه شكل البرج اللي موجوده فيه الشقه بتاعه النهارده. ده برج حديث البناء 13 دور. هنا كده بقى بيجي لنا شكل المدخل اهو بتاع العماره. مدخل ما شاء الله يا جماعه شيك جدا، كله رخام. ده كده بالشكل اللي قدام حضراتكم اهو. وفي عندي 2 اسانسير. ده كده شكل الاسانسير الاولاني، وده كده شكل الاسانسير التاني. كده بقى يا جماعه وصلنا الدور اللي فيه الشقه بتاعه النهارده. شقه النهارده يا جماعه 145 متر، 3 غرف ورسبشن ومطبخ و2 حمام. يلا بقى عشان ما نضيعش وقت حضراتكم، نبدا نخش برجلينا اليمين ونقول بسم الله ما شاء الله. اول حاجه بيجي لنا يا جماعه باب مصفح تركي. بعد كده بنخش على طول بقى على الريسبشن. ده ريسبشن يا جماعه قطعتين. الشقه دي تنفع عريس وعروسه، تبقى ممتازه ليهم يا جماعه. اول سكن تشطيب الترا سوبر لوكس، لسه ما حدش سكنها يا جماعه. ده كده ريسبشن، وده شكل التشطيب بتاعه اهو يا جماعه ما شاء الله. هو جايز بس معلش الاضاءه جايه من بره ما شاء الله، يعني الاضاءه اللي انا منورها دي في الشقه ملهاش اي لازمه. ما شاء الله الشقه منوره بنور ربنا الطبيعي. بص يا جماعه اهو، تعالوا بس الاول نشوف حمام الضيوف. ده بيجي لنا الاول هنا كده مع الريسبشن، وبعد كده نخش نكمل بقيه الشقه. ده كده يا جماعه حمام الضيوف اهو، معمول الباب اللي هو المفصلي ده اهو. دي كده المساحه، وده لون السيراميك، لون شيك جدا. ده كده الحمام بتاع الضيوف اللي بيبقى بره مع الريسبشن. ده كده يا جماعه ريسبشن اهو، ده ريسبشن قطعتين، وفي طبعا معانا بلكونه. الشقه فيها الريسبشن وغرفتين بيبصوا على الشارع. هنا كده طرقه التوزيع اهي اللي بتودينا على الغرف، هنروح نشوفها دلوقتي. بس تعال الاول نشوف البلكونه والفيو من البلكونه. وقبل ما نوصل طبعا البلكونه، في عندي هنا التي في كورنر هنا معموله اهي بالديكور والديزاين الجميل ده اهو. الشاشه بتاعتك هتحطها هنا. تعالوا بقى نخش البلكونه ونشوف اجمل حاجه في شقه النهارده، وهي الفيو يا جماعه. الفيو والهدوء، الناس اللي بتحب الهدوء الشقه دي بتاعتكم ان شاء الله. مساحه البلكونه جميله، تاخد معايا كرسي واربع كراسي، مرتاح جدا. افطر فيها هنا كده الصبح، اقعد افطر اشرب قهوتي واشوف المنظر الجميل ده، منظر الخضره الجميل الرائع اللي حضراتكم شايفينه معايا ده. بصوا يا جماعه المنظر ما شاء الله، منظر جميل جدا. ربنا يبارك يا رب لصاحب النصيب ان شاء الله. يلا تعالوا عشان ما اطولش على حضراتكم، نرجع تاني. طبعا مش هذكر حضراتكم، يا ريت اللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. ده كده يا جماعه ريسبشن اهو، شفناه ده باب الشقه اللي احنا جايين منه، وشفنا حمام الضيوف. تعالوا بقى نخش نشوف الغرف والمطبخ والحمام الكبير. دي كده طرقه التوزيع اهي بالديزاين الجميل ده، ليد بروفايل مع السبوتات. وهنا كده بيجي لنا المطبخ. ده كده المطبخ اهو يا جماعه، دي المساحه بتاعته اهي، مساحته حلوه على فكره مش صغير. وعندي ده شكل السقف اهو بتاعنا، ليد بروفايل برضو مع السبوتات. السقف طبعا معمول فلات جبسن بورد اهو يا جماعه، اللون اللي هو الجراي. طبعا العدسه برضو ما بتجيبش الحاجه قوي، يعني الالوان ممكن ما تجيش طبيعيه قوي ولكن قريبه طبعا. دي اللي هو اللون الجراي يا جماعه. بعد كده هنا بقى بنشوف الثلاث غرف. ايه رايكم نشوف الحمام الاول وبعد كده نشوف الغرف معانا؟ ده كده الحمام الكبير اهو، بصوا يا جماعه الشياكه والجمال اهو. ده الالوان بتاعت السيراميك اهي. عندي برضو السقف نفس الشيء، برضو الليد بروفايل مع السبوتات. هنا كده كابينة الشاور اهي بالشياكة والجمال ده. دي كده كابينة الشاور، دي هنا كده القعدة والحوض، برضو المراية الجميلة. ده كده يا جماعة الحمام، شفنا الحمام. بعد كده عندي هنا كده ثلاث غرف.
تعالوا نبدأ الأول بالغرفة اللي هنا دي. أنا زي ما قلت لحضراتكم عندي غرفتين وريسبشن بيبصوا على الفيو الجميل اللي احنا شفناه من الريسبشن دي. كده تعتبر الغرفة الأولى أهي. دي الغرفة الأولى مساحتها تقريبا 3.5 × 3.5، مساحتها حلوة ما شاء الله، تاخد غرفة نوم مرتاحة جدا. ده عندي الرسمة دي على الجدار كده، ده كده شكل بيت النور. تعالوا نشوف برضو الفيو. اهو يا جماعة نفس الفيو اهو اللي احنا شفناه من الريسبشن، الهدوء والجمال. دي كده تعتبر الغرفة الأولى. تعالوا نروح نشوف برضو الغرفة الثانية اللي بتبص برضو على نفس الفيو. اهي يا جماعة دي الغرفة الثانية اهي، مساحتها جميلة جدا. بصوا يا جماعة اهو ده شكل التشطيب بتاعها، وهنا برضو اهو الشباك بيبص على نفس الفيو اهو يا جماعة، نفس الفيو اهو ما شاء الله. دي كده الغرفة الثانية اللي هي بتبص برضو ايه على الفيو. تعالوا بقى نشوف الغرفة الثالثة واللي هي تعتبر الغرفة الوحيدة اللي بتبص على منور. تعالوا نشوفها اهي. دي كده يا جماعة الغرفة الداخلية. ولو تلاحظوا حاجة في التشطيبات بتاعتنا ان احنا بناخد بالنا ان الغرفة الداخلية تكون هي الغرفة الماستر. ليه؟ لان الغرفة الداخلية او الغرفة الماستر يا جماعة بيكون فيها الخصوصية مطلوبة. فبناخد الغرفة اللي هي الوحيدة اللي مش بتبص على، اللي هي الوحيدة اللي بتبص على منور، مش بتبص على الشارع، بنخليها الغرفة الماستر. وده عاملين هنا كده باك جراوند للسرير بالليد بروفايل حواليه من على الجنبين اهو. يعني دي لمحه كده، يا ريت الناس اللي بيشطبوا او كده ياخدوا بالهم من النقط دي كويس جدا يا جماعه. دي بتبقى حاجات كويسه جدا في التشطيب اهو يا جماعه. دي شكل الغرفه اهي برده من جميع الاتجاهات اهو. ودي كده تعتبر الشقه بتاعه النهارده. يلا نراجع مع بعض بقى البيانات مره ثانيه كده بسرعه. الشقه يا جماعه مساحتها 145 متر تحت العجز والزياده، 3 غرف وريسبشن قطعتين ومطبخ واثنين حمام وبلكونه. الشقه يا جماعه في الدور العاشر، البرج 13 دور يعني في فوقيك 3 ادوار كمان. طبعا برج كبير وفخم وشيك واثنين اسانسير. بالنسبه لعداد الكهرباء بمجرد ما بتكتب العقد بتاعك بتروح تقدم على العداد على طول وبتاخد الدور بتاعك، مفيش فيها اي مشكله ان شاء الله. بالنسبه للتصالح الشقه فيها نموذج 3 تصالح اللي هو بيسموه جديه التصالح، اللي هو نموذج 3. بالنسبه للميه مشترك مع العماره، بتيجي الميه وبتتقسم على السكان كلهم. الشقه دي يا جماعه مطلوب فيها 1,750,000. بالنسبه للعنوان بتاع الشقه دي فيصل اللبيني، شارع اللبيني الرئيسي او تاني نمره بالظبط من شارع اللبيني الرئيسي بعد مرور حدائق الاهرام. وطبعا يا جماعه لو انا نسيت اقول حاجه يا ريت تذكروني في الكومنتات تحت، تسالوا اي سؤال انا نسيت اقوله اكتبوه لي تحت في الكومنتات. بس كمل الفيديو للاخر عشان تعرف البيانات كلها. وطبعا اللي وصل للجزء ده او للدقيقه دي اكيد طبعا شاف كل التفاصيل وعرف كل حاجه. لو في برضو اي حاجه انا نسيتها ممكن تكلمني او تبعت لي على رقم الواتساب اللي اخره 42. وطبعا لاي استفسار ارقامنا موجوده قدام حضراتكم على الشاشه، في رقم فون ورقم فون زائد واتساب. في حاله عدم الرد على طول ابعت رساله على رقم الواتساب هنرد عليك على طول. مواعيد العمل من الساعه 1 ظهرا وحتى الساعه 9 مساء، والاجازه الرسميه يوم الجمعه. اتمنى فيديو النهارده يكون عجب حضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المهندس حازم عبد الله.